الله بيرزق من حيث لا تعلم. يمكن يجي زبون ياخذ له قطعتين ثلاثه يكفيني على ثلاث اشهر اربع اشهر. يمكن ما يجيني شيء. اجوا لعندي جماعه قالوا لي قديش حق هاللوحه؟ قلت له هي اللوحه مو للبيع. قال لي قد ما بدك نعطيك حق. قال لي عمي هيدي ملا اللي منا ملكيها يعني كلها هيدي. كله هيدا حفر يد واحد زميل واحد قلم واحد اللي بشغل هالشغل كله هذا الزميل بشغل كل هالشغل هيدا. قلت بالمصلحة وقت اللي كان عمري 13 سنة هذه تراث تبع والدي تعلم المصلحة أكثر شيء من دمشق. كان بالأول اسمه بر الشام هذا التراث القديم تبع سوريا. هذا الفن التراث العربي. سنة ال 56 بلشوا بهدسوا النحاسين. صارت الثورة بال 58. ناس هجرت ردت تشتغل. نحن فضلنا نطلع على القلم. قبل هالأحداث هيدي كانت أيام الناس قلبها على بعض البعض. يجينا موسم رمضان تطلعي بالسفرة بالبيت تلاقي 20 شكر تلاقي الجيران يسكبوا لبعضهم. كان في ود في محبة في صدق وأمانة. اليوم هيدي فقدناها مع الأسف. ليش برأيك؟ دخلت السياسة بالبيت.